لربما تظن أن سيناريو الحرب النووية، أو كما يطلق عليها البعض حرب نهاية الكوكب، مجرد سيناريو لفيلم خيال علمي تشاهده على سينمات هوليوود، لكن ما نقلته مجلة نيوزويك الأمريكية سيجعلك تفكر مرة أخرى، إذ يبدو أن روسيا تأخذ شبح اندلاع حرب نووية على محمل الجد، خاصة بعد ظهور ملامح الاستعدادات لها عبر المحاكاة القتالية. فقد أنتج علماء في الأكاديمية العسكرية الروسية للوجستيات جهازاً يحاكي انفجاراً نووياً أرضياً بهدف تحسين تدريب القوات البرية في موسكو على العمليات القتالية التي تنطوي على أسلحة ذرية. يمكن وحدات الاستطلاع الأرضي الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي من تحديد العلامات واكتشاف مركز الانفجار النووي. الجهاز يوفر محاكاة واضحة للمظاهر المرئية للانفجار النووي الأرضي، من بينها تأثير الالتطام والوميض الضوئي وسحابة الغبار على شكل فترة. هذا الجهاز ليس الأول من نوعه، ولكنه سيدخل الخدمة بدلاً من جهاز محاكاة الانفجار النووي الروسي القديم IU-59 الذي وصفته تقارير روسية بأنه عفى عليه الزمن.